أقيمت في العديد من الكنائس والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية في المملكة بازاراتها السنوية المعتادة. التقرير التالي يسلط الضوء على عدد من هذه البازارات والتي أقيمت خلال الأيام الماضية. بازارات ميلادية في مختلف رعايا المملكة تجسد فرحة الناس باستقبال طفل المغارة الآتي من العلا، حيث تقوم الكنائس والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية في عرض المنتجات وخاصة مستلزمات عيد الميلاد المجيد والعديد من المعروضات اليدوية والحرفية. هذا وللسنة الثامنة على التوالي نظمت مجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في منطقة أم السماق بازارهم الخيري الذي كان برعاية سمو الأميرة سناء عاصم، اشتمل على عروض فنية لنخبة من الفنانين الأردنيين وفقرات ترفيهية خاصة للأطفال والزائرين. وقد حضر الافتتاح سيادة السفير الباباوي في الأردن ألبرتو أورتيغا مارتين وسيادة المطران ياسر العياش وجمع من الآباء الكهنة والراهبات وحضور مميز من كافة رعايا المملكة، كما ألقيت العديد من الكلمات الترحيبية التي تثني على جهود المجموعة الكشفية في تنظيم كافة الأعمال الخيرية طوال العام وأهمها البازار، ووزعت سمو الأميرة سناء مع قائد المجموعة طارق مسلم الدروع على الداعمين للمجموعة. شرفنا بحضور صاحبة سمو الملك الأميرة سناء عاصم لافتتاحه، شرفتنا بتقديم العديد من الدروع للداعمين والرعاة لنا اللي هم دائما واقفين معنا، واحنا شكرناها. وزي ما حكى الأب عماد بواب انه سموها هو الداعم والساند للشباب هذه الرعية، وزي ما شكرناها كلنا كمجموعة لأنها داعمنا من أول ما بلشنا ودائما تدعمنا. أنا كمان بحب أشكر رعاتنا ومن ضمنهم قناة نورسات اللي هم دائما متواجدين معنا وبدعمونا. كمان بحب أشكر قيادتنا القائد العام طارق مسلم على جهوده، وبدي أشكر كل أفراد المجموعة اللي فعلياً أنهم شهر ما بيناموا وبيشتغلوا ليل نهار عشان يحققوا نجاح لهذا البازار. وكل عام وانتم بخير وكل عام وأنتم بخير. وفي رعية مطرانية الروم الأرثوذكس في الصيفية أقامت أخوية حاملات الطيب بازارها الخيري السنوي تحت رعاية السيدة تيماء خوري وبحضور الأب الدكتور إبراهيم دبور، والذي يأتي ريعه لدعم الأشخاص الأقل حظا طوال العام. نحن بنستنى هذه المناسبة الحلوة حتى نشوف أكبر عدد من أهالي البلد يجوا يشجعونا، لأنه نحن بنشغل للعائلات المستورة. مجموعة حاملات الطيب الأرثوذكسية تعمل بازارها السنوي مرة بالسنة، و مضبوط يعني بوزعوا للفقراء والمحتاجين شهريا، يساهموا في بعض العمليات الجراحية بقدر المستطاع، يساهموا في الأكل في الشرب في بعض أجارات البيوت ضمن ما الله بعطينا، وهم بوزعوا للعائلات المحتاجة بغض النظر كانوا مسيحيين أو غير مسيحيين، لأنه الكنيسة والمسيحنا ما بيعرف التمييز في المحبة. المحبة هي للكل، للمسيحي وغير المسيحي. وفي كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس بمنطقة أبو نصير تم افتتاح البازار الميلادي السنوي الذي اشتهر كل عام بمنتجاته الميلادية المتميزة برعاية كريمة من سعادة القنصل الفخري لجمهورية سان مارينو السيد سامر قعوار،
وبحضور كاهن الرعية الأب سرافيم السلمان. وعلى تلال جبل عمان وفي كنيسة الفادي الأسقفية العربية افتتح معالي وزير الأشغال المهندس سامي هلسة البزار الميلادي في قاعة الكنيسة بحضور القس فائق حداد وعدد من الآباء والأساقف الأجلاء وسط معزوفات وطنية أقامتها كشافة الكنيسة. نحب نقول كل عام وانتم بخير لأهلنا وشاركنا معهم هذه الاحتفالات. نقول الله يديم النعمة علينا من الأردن ونديم جلالة الملك اللي من خلاله كل أمورنا من الأردن كمسيحيين في توأم مع الإسلام تعايش تام على طول، فإن شاء الله دائما أيامنا تكون حلوة بالأردن. احنا كل سنة بنحاول من خلال هذا البازار مساعدة ما يقارب 120 ل 150 عائلة، وأهم ما في ذلك هو التعليم المدرسي والجامعي كما أسلف. مشترك معنا عدة مؤسسات من الNGOs من الخيرية والعمل الخيري، بالإضافة إلى الخدمة اللي بنقدمها لعائلاتنا اللي بيكونوا بحاجة لدعم ومساعدة، بنعطيهم جزء منهم أيضا مجانا حتى يكون في لهم دعم لإلهم ودعم للصناديق المختلفة. وافتتح سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن البازار الخيري لجمعية بيت ساحور التعاونية الذي شمل معروضات لعيد الميلاد المجيد، ويأتي ريعه لدعم العائلات الفقيرة خلال الأعياد المجيدة. جمعية بيت ساحور مع إدارتها الجديدة نظموا هذا البازار الخيري لجمع شمل أهل بيت ساحور الموجودين في الأردن، ونحن اليوم لكي نحتفل معهم بهذا الحدث ولكي نعايد على بعضنا البعض. نتأمل تكون هذا النشاط بداية خير وبداية نشاطات تجمع أهالي بيت ساحور، خاصة أنه إحنا بيت ساحور معروفين بأنشطتنا الاجتماعية على مستوى الأردن وفلسطين. كل عام وانتم بخير، ونتمنى هاي المناسبات السعيدة تتكرر في كل المؤسسات. كما افتتحت كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس في منطقة ماركا بازارهم الخيري برعاية السيد زهير ققيش بحضور كاهن الرعية عيسى عياش وعدد من الآباء الكهنة، ومشاركة جوقة القديس نيقولاوس في الصريح بحضور عدد كبير من المؤمنين. حقيقة يعني أنه كان بركة القديس نيقولاوس عظيمة، وبركة السماء كانت موجودة، وبركة كمان غبطة البطريرك اللي ساهم مساهمة فعال في بناء هاي الكنيسة. ونشكر الرب هذا البازار السنوي الثالث اللي يفتتح بهاي الكنيسة في مشاركة من جميع الفعاليات، وتمكننا خلال السنة هاي من إقامة وتأسيس كشافة للكنيسة. بالفعل الكنيسة لها دور كبير إنها تجمع أبنائها داخلها يعد سماء ثانية كبيرة جداً تتسع لمن يلتجئ إليها. الكنيسة مفتوحة للجميع، والكل عم بيشتغل والكل موجود، وربنا يبارك في الجميع ويعطيكم ألف عافية على مجهودكم، وشكرا لحضوركم دائما. نشأت هذه الكنيسة بقدرة وجهود
المتبرعين والأخوان والشباب واللجنة الكنائسية اللي قامت طبعا، والأبونا عيسى عياش له الفضل كبير في جمع التبرعات للكنيسة، وكل من قدم احنا نشكر كل الذين قدموا لهذه الكنيسة لإنشاء هذه الكنيسة، وصارت بالفعل محط أنظار لأنها بدأت من غرفة صغيرة ونشأت وكبرت وصارت بهذا الحجم، وهذا الملتقى للجميع. وما زالت المعارض والبزارات الميلادية تتوالى وتفتح أبوابها استعداداً لاستذكار حدث الميلاد المتجدد في قلوب كل المسيحيين عبر التاريخ.